اسمع إلى هذه القصة وهذا الموقف العجيب. موسى عليه السلام كليم الله، موسى من أولي العزم من الرسل، موسى من المقربين إلى الله عز وجل، أفضل خمسة من البشر هم أولي العزم، منهم موسى عليه السلام. موسى كان يدعو الله فيقول: يا رب يا رب أرني رفيقي في الجنة، أريد أن أعرف من سيرافقني في الجنة. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: يا موسى، أول رجل يمر عليك هو رفيقك في الجنة، أول رجل. فانتظر موسى عليه السلام: من سيمر علي، من سيمر علي؟ فإذا برجل لا يعرفه موسى، وهو لا يعرف موسى عليه السلام، رجل عادي حال حال الناس. تعجب موسى، موسى ظن أن الإجابة ستكون نبي من الأنبياء، ستكون رجلا مشهورا بصلاحه، هذا الرجل مو معروف. فتبعه موسى عليه السلام يبي يشوف ليش هذا صار رفيقي في الجنة. يقول: فدخل بيتا، بيت مفتوح، بيت قديم مثل ظل يعني. فدخل الرجل وجلس أمام امرأة عجوز، وموسى عليه السلام يرقبه من بعيد. امرأة عجوز على الأرض جالسة، امرأة كبيرة بالسن. فدخل هذا الشاب إليها وسلم عليها. يقول: فإذا به يشوي اللحم، يصنع الطعام ويأتي بالطعام، هو الذي جاء بالطعام فصنعه وشوى اللحم ووضع الطعام بالقرب منها وجاء بالماء، ثم أخذ الطعام وأخذ يلقمها في فمها، يلقم هذه العجوز في فمها، يضع الطعام ثم يسقيها بالماء. ثم بعد أن رتب البيت ونظف البيت وغسل فم هذه العجوز خرج من بيته. الرجل لا يعلم أن هذا موسى عليه السلام. فسلم عليه موسى فقال له: يا فلان، من هذه العجوز التي دخلت عندها وأطعمتها الطعام وسقيتها الشراب وغسلتها وفعلت؟ فقال هذا الشاب: إنها أمي. إنها من؟ إنها أمي. فقال موسى عليه السلام: وهل تدعو لك هذه الأم؟ قال: نعم، تدعو لي كثيرا، لكنها لها دعاء لا تغيره. فقال موسى عليه السلام: وبما تدعو لك هذه الأم؟ قال له: تدعو لي دعوة واحدة دوما تقول: اللهم اللهم اجعل ابني هذا مع موسى ابن عمران في الجنة. فقال له موسى: أبشر أبشر يا عبد الله، فقد استجاب الله دعاءها، وأنا موسى بن عمران وأنت رفيقي في الجنة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم نعم، إنه دعاء الأم. أين نحن من أمهاتنا؟ ماذا فعلنا؟ ماذا صنعنا معهن؟ إن دعوة أم استجاب الله عز وجل لها، فجعل هذا الرجل المسكين المتواضع المغمور بين الناس جعله رفيق موسى في الجنة، يعيش مع موسى في الجنة بدعوة من؟ بدعوة أمه. ربما الإنسان يصلي طوال عمره ويفعل من الصالحات ما يفعل ولكن لا يصل إلى هذه الدرجة، لكن بدعوة صادقة من أمه. إلزم رجلها، إلزم رجلها فثم الجنة.